في صباح يوم الجمعة 21 من كانون الثاني يناير من عام 1994 قطع بث التلفزيون السوري بشكل مفاجئ ليعلن بصوت بكائي مذعور وفاة باسل الأسد الذي كان يستعد لحكم سوريا خلفا لأبيه حافظ. لتتوقف الحياة بعدها في سوريا، فما الذي حدث؟ وكيف كان ردة فعل حافظ؟ الفارس الذهبي، المهندس المظلي، والرائد الركن، تلك كانت ألقابا أطلقت على باسل الأسد الابن الأكبر للرئيس السوري حافظ، والذي ولد في 23 من آذار مارس عام 1962 في مدينة دمشق. ويحمل باسل أيضا لقب الشهيد كما أطلق عليه الإعلام بعد وفاته في حادث سير أثناء قيادته على طريق مطار دمشق الدولي خلال ذهابه إلى ألمانيا. كانت وفاة باسل الأسد بمثابة أكبر هزة واجهها حافظ الأسد منذ توليه الحكم في سوريا عام 1970، حيث كان يعمل حافظ على تهيئته لخلافته في الحكم، وسلمه عدة مناصب عسكرية وعينه المسؤول الأول عن أمن القصر الرئاسي في خطوة لإعداده لوراثة الحكم. وفي صباح يوم الجمعة 21 من كانون الثاني يناير من عام 1994 كان حافظ الأسد يتجهز للقاء أعضاء من وفد الكونغرس في الساعة 10 صباحا ليبلغ قبلها بمدة قليلة أن باسل تعرض لحادث ونقل إلى مشفى الأسد الجامعي، وأسرع حافظ على الفور إلى المشفى ليجد باسل مفارقاً الحياة. وقع عليه الأمر كالصاعقة، حيث قام حافظ بإغلاق الباب عليه ليظل هو وباسل وحدهما فقط قبل أن يعود إلى المنزل ويحاول التخفيف عن زوجته أنيسة مخلوف، حيث كانت تتكئ على يده ويصعدان الدرجة وملامح الرئيس حافظ تبدو عليه الكبر 10 سنوات على حد قول بثينة شعبان المستشارة الإعلامية والسياسية في الرئاسة السورية. وتلقى الأسد اتصالا من الرئيس اللبناني إلياس الهراوي بعد ساعات قليلة من إعلان الوفاة. وفي اليوم التالي من الجنازة أمر الرئيس حافظ الأسد بوضع تابوت ابنه بجانبه في المقصورة على طائرة بوينغ 727 والتي نقلته إلى بلدة العائلة في القراتحة، في حين كانت زوجته أنيسة تطرق برفق على كتفه أثناء صعودهما. وبدأ الرئيس السوري السابق حافظ الأسد يكثر من استقبال رجال الدين من مختلف الطوائف لسماع كلمات التعزية بابنه الذي رحل عن عمر 31 عاما، حتى أصدر أحدهم فتوى تعد باسل من الشهداء. وبعد إعلان وفاة باسل في التلفزيون توقفت الحياة في سوريا وأقفلت على الفور مؤسسات الدولة والأسواق، وتوقف إنتاج المسلسلات والأفلام، وتغيب الموظفون عن عملهم لمدة وصلت إلى 15 يوما في بعض الدوائر، حتى أعلن الإعلام عن ضرورة عودة الموظفين إلى مزاولة أعمالهم. وقبل وفاة باسل كان بشار الأسد رئيس النظام الحالي مقيما في بريطانيا لاستكمال دراسة الطب، على خلفية أن شقيقه الأكبر هو الذي سيخلف أباه، لكنه فوجئ باتصال هاتفي طولب فيه بالعودة على وجه السرعة إلى سوريا ودون أن يتم إخباره بنبأ وفاة شقيقه. وبعد تعرض الرئيس حافظ الأسد لأزمة صحية بدأ بالفعل الترتيب ليتولى بشار الحكم من بعده، وهو ما تحقق عند رحيل حافظ عام 2000.